السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ماتش الزمالك والترجي. انتهى بنتيجة 2-0 لهدف لصالح بين رمضان وبين حمودة، اللي سجلوا هدفين رائعين جدا كده بخطأ من عبد الغني وسيد نيمار، بعد عن الأخطاء الدفاعية وكمان تألق الترجي. نيجي نتكلم عن الماتش وعن الأخطاء الكثيرة اللي حصلت للزمالك، واللي هو أول مشكلة كده أو الذي يتصدر مشاكل كيف البروفيسور فرينا يشارك اللاعب الجديد اللي لم يشارك مع النادي الزمالك ولا مباراة، أول مباراة يشاركها مع الزمالك مباراة الزمالك خسران فيها وبيلعب على الأرض مش أرضه وبيلعب دوري أبطال أفريقيا. من أين لك هذا الحق؟ إزاي بالحاجة يشارك في مباراة زي دي؟ نفس المشكلة بالظبط اللي اتكلمت معاها مارسيل كولر لما نزل القندوسي في مباراة الهلال. هي يا جماعة اقتنعوا ان اللعيبة دي محتاجة تلعب ماتشين تلاتة مع النادي اللي هي لسه جاية له جديد عشان تتأقلم مع اللعيبة. هي مش بوم فجأة مرة واحدة ايه اتحلت الدنيا وبقوا فاهمين اللعيبة بعضها. احنا كان كل ماتش لعيب جديد يأدي اداء سيء نقول اصل هو متعودش على النادي، زي زكريا الوردي بالظبط. فياريت بس كده ناخد هدنة ويعني نفهم ان لعيب زي ده ما كانش ينفع يشارك المباراة زي دي. كمان بالحاجة عنده يعني لعب كويس جدا لكن معرفش هو ليه شارك المباراة دي بالذات. طبعا الأخطاء الدفاعية اللي هي لو ما اتعالجتش الزمالك هيروح في حتة مش حتته، وهيتقال الزمالك المرة التالتة على التوالي هيكتفي دوري أبطال أفريقيا، وكمية تحفيل على النادي وجماهيره واحنا مش مستنيين ده. يا ريت يا جماعة نفهم إن احنا دلوقتي في منطقة حرجة، يعني ناخد 9 نقط يا ناخدهم، ماتشين منهم على أرضك، ماتش ضد المريخ وماتش ضد الترجي وماتش ضد بلوزداد في الجزائر. يا ريت الزمالك يفوق يكسب ال3 ماتشات دي أول حاجة. تاني حاجة يعني بص انا مش عارفه اجيبها لك منين، لكن زيزو حاليا لم يعود من قطر. زيزو من ساعه ما لعبنا ماتش السوبر لوسيل مع الهلال وهو ما رجعش من قطر، مفيش ولا ماتش ليه يشفع له، مفيش ولا حسنه. ويا ريت يفوق كده ويعرف ان هو في نادي جماهير بتستحمل وممكن تبخ فيه مره واحده. يعني الكتمان ده ربنا يعني ما يكتبهاش عليك يا زيزو، الكتمان اللي بيكتموه لك الجماهير ده فجأة مرة واحدة ينفجروا خاف منه، لأن حصلت مع لعيبة كتير وتدهور مستواها وانت من اللعيبة ما متعودتش على الانتقاد. بعيدا عن زيزو، شايفه النهاردة قدم مباراة حلوة جدا، وانا كنت شايفة ان هو يعني حلو وبإذن الله شايفه يشارك مع الزمالك في مباريات اكتر. هو شايفه لعيب ما بيفرقش معاه عامل سنه، ودي حاجة رائعة جدا فيه. هو من اللعيبة الخلقيين المحترمين اللي بيلعبوا في الكرة المصرية عامة. كمان شيكابالا اللي انا كنت شايفه ان هو ما ينفعش ينزل كأول مباراة، لكن اوكي ماشي نعديها. شيكابالا حاول وكان مفيش حد يسنده، والجزيرة لغاية دلوقتي اللي هو شايفه بيلعب الشوكة والسكينة وخايف ان الكرة تفرقع، ويعني تقريبا زي بس ما بيعرفوش يمشوا، هما الاتنين جايين من نفس الحتة تقريبا بجد. ده بيخاف يلمس الكرة والتاني تقريبا بيجري من الكرة شايفها كلبة او حاجة. في ايه يا جماعة؟ المجرمين دول لازم يفوقوا، لانكم بتلعبوا في قطبين كرة مصرية، قطبين من كتاب الكرة الافريقية فاهمين؟ والوطن العربي كل ده فانتوا تنفوا. برستام والجزيرة اوديها لكم تحية واقول لكم فوقوا يا جماعة. طبعا كان عندي تعليق على تصريح فريرا لما قالك انا دلوقتي لو كنت لو عاب بيا الزمن وشاركت مع الزمالك امام الترجي كنت بدأت بنفس التشكيل، اللي هو وات؟ انت بتقول ايه يا عم؟ انت فاهم اللي انت بتقوله؟ ابقى هاجمش فريرا تقولي انت بتهاجميه بعد ما كنت بتمجدي فيه ومعرفش ايه، لكن لا احنا بنعلق على تصريحاته، ده تصريح ما ينفعش يتقال لانك وجدت كم من الانتقاد على التشكيل وانت جاي تقول هشارك بنفس التشكيل بكل برود ولا يفرق معايا انتقاد. لا بص انا يعني زي بالظبط كيروش، نفس المشكله ان هو ما استمعش للجمهور المصري. انت استمع بقى لجمهور الزمالك، جمهور الزمالك عارف اللعيبه، استمع ليهم لو مره واحده واتفرج على ارائهم او استمع لجهازك الفني، ما تبقاش رايك هو نرجسي لو انا رايي هو اللي يمشي على الكل. لا استمع وخليك كده ديمقراطي في يعني في ادارتك للجهاز الفني. طبعا كان في يعني المعلق كان بيقول زيزو بالسين سيسو، فدي نقطه كانت محقق جدا في المباراه ان كره كل الكره دي سيسو مع الكره فاهم. لا ايه ده؟ وكمان شفنا دونجا بعد من الاخطاء كتير اللي كان بيعملها بدون سبب. بص انا هلاقي ابرر الزمالك الا ان هو غائب عن افريقيا حتى الان. الزمالك لغايه دلوقتي في دوري ابطال افريقيا دي ما سجلش ولا هدف، انت فاهم؟ بطل مصر لغايه دلوقتي لعب في افريقيا 3 ماتشات ما سجلش هدف واستقبل 3 اهداف.
يا للجمال والروعة. أنا كده فرحان، أنا كده في كمية انبساطي إن النادي بتاعي خسر مباراتين وتعادل مباراة وما جابش ولا جول. إيه ده؟ ده أنا فرحان. إيه ده؟ الإدارة فرحانة يبقى أنا لازم أفرح. لو الإدارة مش زعلانة بقى ومش عمالة تقدم في تقارير التراضي بقى الجماهير، لا أنا هفرح زيهم ما هما فرحانين، أنا ما مش حاسين إن هما غلطانين. والنهاردة كمان شفنا إن المستشار مرتضى منصور يعني تم يعني استبعد من رئاسة نادي الزمالك بسبب مشكلة قانونية هو كان فيها مع الكابتن الخطيب، وهو استبعد من الموضوع وتم تعيين رئيس تاني مؤقتا حتى تقييم الانتخابات، وأمير مرتضى تم استقال. يا جماعة فوقوا، واللعيبة لازم تعرف إنها بتلعب في نادي كبير، ولو التيشيرت تقيل عليهم يا ريت يدوها لحد تاني، اللي يمشي يجي بدل 1000 وهنديله التيشيرت وهيبقى على مقاسه بالظبط ويعرف يلعب بيها لو انت شايف ان التيشيرت تقيل عليك. بس كام قبلكم فيديو جاي من فيديو ماتش الاهلي ومولدي سان داونز اللي ده بنتيجة 2-2. بس كده قبلكم فيديو جاي.